مرحبا بكم من جديد. كنا في الجزئية بنتكلم عن كثير من المشاركات على المستوى العربي والأفريقي. من المجلس الأفريقي للشباب هو واحد من المجالس اللي أثرت وآلت على نفسها إنه هي تقدم كثير جدا من البرامج خصوصا في نسخة الرابعة. وشوفنا في النسخة الثالثة لعدد من الضيوف اللي كانوا معنا في قناة الشروق المشاركة الكبيرة على مستوى قطاع الشباب في كثير جدا من القوالب اللي تنافسوا عليها. كل تأكيد سعيد جدا أن نكون معنا داخل الاستوديو أنيس شوشان لنتحدث عن هذا المجلس وكافة الفعاليات وعن تدشين النسخة الرابعة أيضا. أهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا بك عايشك. أهلا بك. بداية نكلمنا وعرفنا وعرف كل المتابعون الآن في صباح الشروق عن مجلس الشباب العربي الإفريقي وعن تدشين النسخة الرابعة أيضا. صدقني أنا ما عندي بيه حتى فكرة ما عندي بيه حتى على حتى الاتصال تم يعني بسرعة. كنت مشغول بإعداد حفل في الأردن لكن توجهت لي الدعوة والحاجة الوحيدة اللي عرفتها وخلتني أزهمت أني نكون موجود معرفتي بالأهداف يعني متاع منح الثقة للشباب ومنحهم الفرصة أنهم كل واحد يعبر على موهبته انه يحس روحه مدعوم لانه حاجه مهمه ياسر انه تخلي الشباب يسهم في الحراك الثقافي. فذاك علاش انا موجود. يمكن هو قصد من السؤال انه يعني تكلمنا عنه من وجودك الان وانت مشارك في النسخه الرابعه وفي كثير جدا من المشاركات التنافس، كيف انتم كشباب عندكم دور كبير من خلال نظم الاشعار بتقدموا لشريحه مهمه اللي هي شريحه الشباب وانتم بتطرقوا على كثير من القضايا والمواضيع اللي بتهم الشريحه دي. هو انا راني مانيش جاي في اطار مسابقه معناها انا جاي نجم نقولوا انا جاي كضيف شرف خاطر ممكن فما يقولوا اللي انا فما عندي اشعار مؤثره لنوع ما في العالم العربي اللي هي حاجه تسعدني وتشرفني. ف ان شاء الله محضر يعني محضر حاجه مميزه ان شاء الله. طيب نحن تحضرنا هسه حاجه مميزه على قناه الشروق لكل الشباب اللي هم بحبوا اشعارك وبيفتكروا انه هي فيها كثير من الرسائل الايجابيه. لا هاي رفيست شنو هي باش نقول؟ فخلنا نقولوا حاجة خفيفة على الصباح. على الصباح كده كأنه ما هي فنجان قهوة للناس كده. الناس ما تهربش. ما تهرب؟ كانوا يتساءلون عني ويقولون ما يفعل هذا الذي لا يغني؟ من أين جاءنا هذا الفتى؟ ترى لماذا أتى؟ ببساطة أنا جئت لأجتاحكم لأختلي بكم في أعماق أرواحكم. صحيح أن كلماتي بسيطة غير معقدة لكنها في أذهانكم لن تكون مؤقتة. سأطير فيكم كفراشة تخرج من شرنقة. جئتكم لأذيب فيكم اختلافي. لا تخف أنت وأنت لا تخافي فجميلة جدا والله ضفافي. جئتكم بجنوني وطفولتي، جئتكم بفحولتي ورجولتي، جئتكم حتى بأنوثتي. لا تصدموا من هذه الجرأة فأمامكم المساند الرسمي للمرأة. فبحق رب السماء أنا عاشق لكل النساء. فالمرأة أمي وحبيبتي أختي وعشيقتي. أنا أصل حقيقتها وهي أصل حقيقتي. جئتكم لأتسلق أسواركم وأتسلل في أفكاركم وبلغة جديدة أخاطب إحساسكم وأدق أجراسكم. جئتكم لأني فيكم أريد أن أتنفس وفي أعماق أعماقكم أريد أن أغطس. والآن وأنتم هنا في أذهانكم سوف أرقص. جئتكم حاملا دستور حب في عالم يدق طبول حرب وشعوب نسيت أنها في الأصل شعب. نسيت أن في غابر الأزمان كنا كلنا إنسان. فلا تتساءل عني وعن فني بل أصغو جيدا
لهذا الذي لا يغني. سلام. الله يخليك. لك التحية. وأنيس كما ذكرت وما يعرف الجميع وكما يعرف المتابعين أنك تمتلك مجموعة من الكلمات المؤثرة جدا في الشباب، حتى أؤثر في الشباب يجب أن أقرأهم بطريقة مميزة. كيف يقرأ أنيس واقع الشباب العربي والإفريقي؟ نقرأه باللي نعيش فيه في المجتمع اللي أنا موجود منه، والناس كل تعرف اللي المجتمع التونسي شاهد في السبع سنوات الأخيرة حراك وثورة، وتعلمنا أنه نسأل لأول مرة أسئلة وجودية. ففقط نحاول أني نعبر على انتظارات المجتمع اللي أنا نعيش فيه. عندي برشا علاقات بحكم أني داخل زادة في أعمال مع جمعيات خيرية في كل العالم العربي، فنتواصل عندي كثير من الأصدقاء، نطلع على كثير من الأحداث، فنحاول أني نسهم بالقدر الممكن ونكون فاعل يعني. صحيح. لكن يا أستاذ أنيس لو سمحت لي، المتابع لكل أشعارك وراصدة بحس أنه دايما أنت بتدعو لأنه الآخر يتقبل الآخر. فدي دايما مسألة فيها كثير من الجدلية، لكن أنت بتعالجها بشي من الدبلوماسية الفنية في القوالب الأدبية. ما هيش دبلوماسية، هي كل دعوة ما نعتبرش أنه لازم يكون فما عنف في الكلام، لأنه الحل نمن اللي الحل والمفتاح هي في الحب والحلم. صحيح. ما حاشتيش باش نشد طرف معين باش نسبه، حاشتي انه اي طرف لازم يمن بقدراته الشخصيه وقدراته الذاتيه ويكون مختلف على الاخر، ما غير ما نقعد ونطيحين في القوالب المسلمه وفي العادات وفي التقاليد وفي الخزعبلات اللي عشناها، وهذيك اللي ادت بين الوضعيه المتدهوره اخلاقيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعاتنا العربيه. فدعوه للسلام، ودعوه للسلام النفسي والسلام الذاتي والايمان والوعي بالذات قبل ما نكون انا واعي بالاخر. ما عنديش دبلوماسيه معناها. انا اعجبني جدا ان المفتاح يكون في الحب والحلم ما بين هاتين الكلمتين، وده بيدعونين. وانا ادعوك الان ايضا لتقدم ايضا المثير من خلال واحده من الاعمال لمتابعينا الان على الهواء مباشره. مره اخرى انت كرمت. لا يعني احنا ما لاقين. طيب أنا خاطر عندي إحساس نحب نرقد المحالة، فمرة لعبت لعبة قلت في كل ليلة أحاول فيها أن أنام، أحاول في نفسي جمع عناصر انسجام، عناصر تحملني لعالم الأحلام، عالم ينقذني من وحدة الفراش، وحدة مخيفة كغرفة الإنعاش، غرفة يتطاحن فيها الموت والحياة، موت وجودي في كل لحظة أراه، في كل لحظة أعيشها بدون من أحب، بدون من علمني ما معنى خفق قلب، ما معنى أن أكون العاشق الأخير، العاشق الذي لا يخلط ما بين الحب والسرير. حبيبتي أنا هي أروع النساء، أروع شموس التي أضاءت السماء، أضاءت ليل عمري، أميرة الشموس، أميرة أريدها في بيتي يا عروس، بيتي سأسميه مدينة العشاق، مدينة شعارها حب واشتياق، حب يتبعثر في الأرواح كالترياق، الأرواح التي تعيش في تواصل، تعيش في تجانس ومنتهى التكامل، المنتهى الذي يكسر حدود المستحيل، حدود إن وضعتها فعليك من الحب أن تستقيل. فالحب يريد العاشق الشجاع، العاشق الذي يلامس في عشقه الإبداع، عشقه الذي يسكنه عالم الأحلام، عالم يمنحه عناصر انسجام، عناصر بفضلها
استطيع الان ان انام. الدنيا صباح انت لسه ما تنام لانه لسه يا دوب يعني لسه احنا حنعزمك كوبايه قهوه كانه ما يعني القصيدتين ديل هم فناجين قهوه ارتشفناها معاك صباحا. الله احنا ان شاء الله بعد يعني ترتيب العمل مع المجلس مجلس الشباب العربي الافريقي نحن بندعوك على قناه الشروق انه تسجل لنا عدد كبير جدا من النصوص في سهره خاصه جدا لانه تاثير كلماتك هو كبير وكثير على فئة الشباب. فالقصائد الثورية نخبي فيها للمساء لك عليش. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مارس شوشان، سعيد جدا الله يخليك بوجودك معنا اليوم. شكرا الله يخليك. شكرا.